أهلا بكم في قناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2، تقديم بسنت محمد. انتظر حتى اطمأن إلى ابتعاد الجميع، ثم أحكم إغلاق الباب الرئيسي للوحدة الصحية. لا يرغب أن يستيقظ في منتصف الليل ليجد أن هناك أغراب آخرون داخل الوحدة. يكفي ضيف واحد في الواقع، مريضه العجوز المحتضر. وإذ تذكره استيقظ بداخله نداء الواجب، عليه أن يعاود فحصه مرة أخرى ليرى هل من جديد في حالته. عاد لغرفة الملاحظة وراح يرمقها في حذر، وعيناه تبحثان عن شيء ما، شيء مخيف سبب له الرعب منذ دقائق. ذلك القرد الأسود اللعين بعيونه الصفراء المشقوقة. لم يكن هناك أي مكان يصلح للاختباء غير سقف الخزانة المعدنية المخصصة للأدوية أو أسفل الفراش. بحث أولا بعينيه فوق الخزانة والتي بالكاد وصلها قدر ضئيل من ضوء المصباح الزيتي المعلق بالحائط. مد المصباح نحوها فلم يكن هناك أي شيء يعلوها. تبقى أسفل الفراش وبتردد انحنى على ركبتيه وخفض رأسه ليتأكد. هو يخشى أن يكون القرد مختبئا هناك، خاطر مرعب. من حسن الحظ أن القرد لم يكن هناك أيضا. نهض فتحي وهو يفكر في أنها ربما كانت هلاوس بصرية وتهيؤات. إنه لم يشفى بعد منها تماما كما يعلم، فما المانع أن يضاف لأشباح رفاق الموتى الذين يراهم طوال الوقت المزيد من الأشباح؟ اقترب من العجوز وشعر أنه قد اعتاد الرائحة الخانقة التي تنبعث منه. غمغم وهو ينظر إليه في توتر، ترى ما هي قصتك الحقيقية أيها العجوز؟ ثم راح يفحص نبضه ويستمع إلى قلبه وصدره. كان كالأمس بلا تغيير يذكر في علاماته الحيوية. كل الاحتمالات بالنسبة له كانت متعادلة. يمكنه أن يبقى هكذا لشهور عدة، واحتمال موته بعد لحظات يملك نفس القدر. دس في ذراعه النحيل زجاجة جديدة من محلول الجلوكوز وهو يتساءل إن كان هذا كافيا لتغذيته. وبينما جلس على مقعد خشبي في انتظار أن ينتهي المحلول، كان صوت المطر بالخارج يعلو رويدا رويدا. وحين حانت منه التفاتة نحو الباب رآهم هناك، علم أنهم قد عادوا. كان الصول إبراهيم التهامي أولهم جميعا، بجسده الضخم للغاية وكرشه المهول ورأسه الكبير المستدير وشاربه الكف الطويل الذي يحيط بفمه ويواصل طريقه لنحو 10 سنتيمترات أسفل ذقنه. كان الصول إبراهيم هو المسؤول عن تدريب الجنود وتوزيع مهامهم في وحدته في الجيش، رجل قروي من إحدى بلدات محافظة الشرقية، يفخر بقدرته على أكل أكثر من 20 بيضة مسلوقة في الإفطار مع 8 أرغفة من الخبز البلدي، ويتشدق طوال الوقت أن الجند المصري قادر بذراعيه العاريتين على الفتك بكتيبة كاملة من الإسرائيليين الأعداء الملاعين. يقولها دوما وهو يشمر كم قميصه الميري المموه ليظهر عضلاته الضخمة وكفه الغليظة الهائلة، ثم يبرهن على قوته بأن يضم كفيه ويضرب بهما كتلة من الصخر الصلد ليتفتت إلى تراب. في الوحدة ترهن الجنود على أنه قادر على اقتلاع دبابة من مكانها بذراعيه، وأن الرصاص نفسه لن يقدر على اختراق عضلاته وعظامه. لكن وفي الساعات الأولى التي بدأت فيها الطائرات الصهيونية هجومها، أثبتت طلقة واحدة مجهولة المصدر أصابت جانب رأسه. كذب كل تلك الادعاءات، ومات الصول إبراهيم التهامي على الفور. في تلك اللحظة كان الصول إبراهيم يقترب من فراش العجوز المحتضر، واستطاع فتحي أن يرى الثقب الأيمن الأسود في جانب رأسه الأيسر وحول كتلة من الدم المتجلط. ثم وقف في نهاية المساحة الضئيلة التي تفصل الفراش عن الحائط وراح يرمق المريض في صمت. من بعده ظهر سعيد المسيري، ذلك القروي النحيل ذو الجسد الأسمر الهزيل والذي كان يكتب الشعر، والذي ظل يسمعهم قصائده الحزينة التي كتبها لحبيبته، يرفض أن يذكر من تكون حينا، ولبلدته الكائنة في قلب جبال الصعيد حينا آخر قبل أن تجرفه الحماسة لقتال اليهود، فيغني لهذا المواويل والقصائد الطواقة للحرب والنصر. طوال الوقت كان سعيد يحدثه عن أن لهفته لقتال الإسرائيليين لا تقل عن لهفته لرؤية ابنة خالته والعودة لقريته للزواج بها، واثقا طوال الوقت الذي طال أنها سوف تنتظر حتى يعود ولن تقبل برجل آخر غيره. كيف لا تفعل وقد أقسمت له بهذا آخر مرة رآها قبل الذهاب لجبهة القتال؟ بل وقصت خصلة كبيرة من شعرها الأسود المشدول ومنحته إياها كي يتذكرها. طوال الوقت كان يحتفظ بتلك الخصلة في كيس صغير لا يفارق جيبه فوق قلبه. قامت الحرب قرب 8 صباحا في 5 يونيو لعام 67،
وقرب نهاية اليوم كانت الهزيمة مريرة في حلق الجميع. لم يحتملها سعيد وراح يعدو في الصحراء الملتهبة وهو يصرخ في قهر ويضرب نار سلاحه في الفضاء وكأنما يحارب أشباحا وهمية. ومن العدم أصابته قذيفة فصنعت فجوة كبيرة في صدره تماما، حيث ظل محتفظا بالخصلة السوداء لحبيبته التي لن يتزوجها بالطبع أبدا. بفجوته السوداء في صدره النافذة للناحية الأخرى، وقف سعيد إلى جوار إبراهيم وراح هو الآخر يرمق المريض في هدوء. ثم جاء الدور ليظهر من خلف الباب غريب الطول المهندس المدني بعد التخرج وطالب الجامعة المنتمي للتيار الشيوعي سابقا، الشاب الثائر الناقم على كل ما يحدث. يتذكر فتحي نظراته المذعورة دوما والتي تخبرك بما حدث له في معتقلات الدولة من أهوال، ورغم هذا ظل قادر على انتقاد النظام ورجاله. ما زالت كلماته تتردد في أذن، وخاصة بعدما اتضح صدقه. كان يصرخ فيهم داخل عنابرهم في حنق ويردد إنهم يسوقون للموت، ألا ترون المدرعات خردة تالفة والأسلحة غير كافية، وأغلبنا لم يتدرب جيدا على استخدامها، ولا توجد استعدادات حقيقية لحرب كبرى مثل هذه. نحن وقود الهزيمة القادمة، والمحظوظ منا هو من يموت في الموجة الأولى. ما زال فتحي يذكر نزهتهم الليلية في الصحراء الحارة وهما يتبادلان لفافات التبغ التي يشتركان في إدمان تدخينها، وهو يردد في لهجة أشبه بالجنون: لا تصدقهم يا فتحي، إننا لن ننتصر، إنهم يخدرون الناس بالأناشيد الثورية وخطب الزعيم الحماسية، يلعبون طوال الوقت على أوتار الوطنية، يحدثونهم عن الحرب السهلة والوصول إلى تل أبيب في أيام وإلقاء اليهود جميعا في البحر. ثم بصق في الرمال حينها وأطلق شخيرا متهكما ثم أكمل: هراء هراء، فقط لو كنت متدينا. عليك أن تدعو الله ألا يدفن اليهود في هذه الصحراء بعد أن ينتهوا منه. الحقيقة الوحيدة في كل هذا هي أنهم يقودون البلد بأكمله إلى حتفه بغباء وعناد، والمصيبة أنه لا أحد عاقل يحاول منعهم من هذا الانتحار. لم يصدقه فتحي وقتها، وإن لم يبح له بهذا، ظن سنوات السجن والاعتقال والتعذيب قد أصابت غريب بالجنون، لكن الهزيمة أتت وأثبتت كم كان غريب محقا في توقعه، وكم كانوا جميعا حمقى مغفلين. كان غريب مسؤولا عن رشاش آلي أخبره أن يوجه فواهته نحو الطائرات في السماء حين تأتي. بدأ القتال بغتة وانهالت فوق رؤوس الجميع القذائف، ثم اختفى غريب وسلاحه. هتف أحدهم: لقد هرب الجبان بلا شك، هرب بسلاحه وتركنا لنموت. أجابه جندي آخر خائن عدو للبلد: ألم يكن شيوعي كافر؟ سمع فتحي كل هذا وإن لم يفهم كيف يمكن لغريب أن يحمل سلاحا يفوق وزنه بكثير ويختفي به في قلب الصحراء هربا من الموت. بعد ساعة هبطت قذيفة فوق موقعهم، صنعت حفرة كبيرة في الرمال، وهناك ظهر جثمان غريب المدفون في الرمال وما زال قابضا على سلاحه، وفمه يصرخ في جنون نحو العدم. لم يهرب البطل، لقد دفن في الرمال وها هو ينضم لرفاقه الآن. دخل الغرفة ثم توقف بجوار الصول إبراهيم وسعيد، ونظر هو الآخر إلى جسد الرجل المحتضر في هدوء. ثم ظهر الرائد محمد شريف قائد الوحدة، كان من قتلى موجة القتال الأولى، مات وهو يصرخ فيهم بالثبات. كان بطلا بحق، وكانت جائزته قذيفة اقتلعته من مكانه ومزقت ذراعه وعنقه. دخل شريف الغرفة برأسه المائل على جانبه الأيسر وعنقه الممزق الذي تبرز منه العضلات والأوعية الدموية المقطوعة. ما أبقى رأسه فوق جسده كانت فقرات عنقه البادية الآن من فجوة العنق وهي تلمع بلونها اللؤلؤي الأبيض وكأنما صقلتها الشمس الحارقة. وقف إلى جوار رفاق الشهداء الثلاث ليراقب هو الآخر العجوز المحتضر. وفي النهاية دخل جورج ملاك ممرض الوحدة ومساعده ورفيقه في رحلة الهروب والعودة في قلب الصحراء تحت شمس يونيو ويوليو الملتهبة. كان كل من بقى حيا من جنود الوحدة وكان نصيب فتحي شاظية من قذيفة هشمت عظمة فخذه. ساعده جورج على الحركة، قد راح يتوكأ على كتفه طوال الوقت، وكم من مرة نجح فيها في الهروب من مطاردات طائرات ومروحيات العدو الإسرائيلي التي راحت تتعقب الجنود المنسحبين وتتسلى بالقضاء عليهم. قرب التل الكبير جاء طابور من العربات التي تحمل بعض الجنود المصريين، وبحماس اندفع نحو أول عربة وهو يرفع بندقيته عاليا ويلوح بها في فرح جنوني، واندفع في سرعة نحو المركبة
ويبدو أن قائد العربة تفاجأ به فدهسوا أسفل عجلات مركبته. كان غريبا أن ينجو جورج من رصاص وقذائف العدو ليموت أسفل مركبات الزملاء وهو يدخل بجسده الممزق وعظام متكسرة، يمشي بخطوات متكسرة مرعبة وكأن عظام قدميه تمزقت إلى 1000 قطعة. وقف جورج إلى الناحية الأخرى من الفراش في نفس مكان الصبي، نظر إليهم فتحي في ترقب وقلق. لماذا عادوا ثانية للظهور أمام عيني؟ وماذا يفعلون حول فراش العجوز المحتضر؟ وكأنما قرأت أشباح رفاقه أفكاره، جاء الجواب. رفع الجميع أذرعهم فوق فراش الرجل وراحوا يرددون في إيقاع واحد نفس الترنيمة الغريبة التي كان أهل الرجل المحتضر يرددونها منذ قليل، الترنيمة التي أخبره الصبي أنها أغنية بدوية كان يحبها العجوز، لكنه كان يعلم أن هذا كذب. كان يشعر بأنها تعويذة ملعونة وشريرة للغاية يرددونها لهدف ما. راح صوت الأشباح الموتى يرتفع رويدا رويدا، وبعد قليل شعر فتحي أن هناك المزيد من الأشباح الذين لا يراهم يرددون مع رفاقه تعويذاتهم اللعينة. انكمش حول نفسه في رعب، ومن قلب الظلام القابع خارج غرفة فحص المرضى ظهر القرد الأسود ضئيل الجسد بعينيه الصفراوين المشقوقتين طوليا. تحرك بخطوات معتدلة نحو الفراش وارتفعت الأصوات في تلك اللحظة، ثم قفز القرد فوق الفراش ليقف فوق بطن الرجل المحتضر وهو يرمق وجهه المتغض في جمود. شعر فتحي في تلك اللحظة بهلع لا حد له، وقلبه يقرع صدره في جنون. مزق الصداع رأسه واشتعل الألم في ساق المصابة. راح ضوء المصباح الزيتي يضعف بصورة تدريجية واضمحل ضوءه كثيرا وبدأ أنه سوف ينطفئ. وبصوت مكتوم تضرع فتحي في سره، بالله عليك لا تفعلها الآن، وابقى مشتعلا. لكن المصباح لم يستجيب له وتراقص الوهج في فتيله مرة أخرى، ثم انطفأ المصباح بعدها ليسود الظلام الدامس. توقفت التراتيل هي الأخرى وأطبق على المكان صمت تام، فقط دقات قلب فتحي المرعوبة كانت الصوت الوحيد الذي يمكن سماعه. منكمشا في مقعده الخشبي خلف المكتب كتم فتحي أنفاسه وهو يلتفت حوله في ذعر وكأنه يفتش في الظلام عن عدو خفي، ثم تذكر أنه ما زال يحمل علبة الثقاب في جيبه. أخرجها بأطراف أصابعه وبيد مرتعشة جرب إشعال عود الثقاب الأول، انكسر العود في يده فألقاه بسرعة وأخرج من العلبة عود آخر قدحه بالعلبة في سرعة، فتوهج العود للحظة ثم انطفأ بسرعة، لكن حظ المرة الثالثة كان أفضل، ومع توهج عود الثقاب أظهرت دائرة الضوء ما ستره الظلام عن عينه. فأمام رأسه تماما كان هناك وجه قرد على بعض سنتيمترات قليلة منه وهو يراقبه بعيونه الصفراء المشقوق، وعلى فمه ارتسمت ابتسامة منذرة، بينما التفتت أشباح رفاقه حول القرد وجميعهم ينظرون إليه في تشفي وشر. نفخ القرد في عود الثقاب فانطفأ ليصرخ فتحي في رعب ويده تضرب الظلام بلا هدى وكأنه يدفع كل هؤلاء بعيدا عنه. ارتطمت كفه بالفراغ، لم ينتظر مكانه وراح يعدو في الظلام. اصطدمت قدمه السليمة بشيء ما وألمته بشدة لكنه لم يتوقف. ارتطم رأسه بالجدار في عنف دامي لكنه ظل مصرا على الفرار. نجح في الخروج من باب الحجرة واتجه مباشرة نحو باب الوحدة الخارجي، لم يفكر في حجرته أو الصعود إليها، لن يحبس نفسه في هذا المكان مع كل هؤلاء الشياطين. عند الباب حمد الله أنه قد ترك المفتاح في المزلاج، لا يدري كيف كان سينجح في فتح الباب في الظلام لو لم يكن المفتاح في مكانه. فتش عليه بأنامله بسرعة وحين عثر عليه أداره في رعب وهو يتوقع أن تحيط بقدمه أصابع باردة مجهولة أو تتعلق بجسده أو عنقه، كف ما قادمة من الظلمة خلفه لتمنعه من الفرار. من حسن حظه أن هذا لم يحدث، وببساطة استجاب الباب ليده وفتح بسلاسة. الخطوات الأولى في فناء الوحدة الصحية كانت كافية ليتسمر مكانه، حيث غرزت قدماه في الرمال الموحلة بفعل الماء، ورغم المطر الغزير حد السيول والرياح العاصفة القارصة لم يكن المكان خاويا. كانوا هناك حشد هائل من بشر يقفون في العراء ويحيطون بمدخل الوحدة الصحية تماما، حشد من ذئاب وكلاب وبشر وظلال مظلمة لا يرغب أي رجل مهما تحلى بالشجاعة في التفكير في كنهها. من بين الحيوانات ميز فتحي كلبين ضخمين للغاية، تومي وريتش كلبي سارة. تقدم الحشد نحوه لتضييق دائرة الحصار من حوله، فتراجع فتحي خطوة للوراء
ثم سمع ضحكة غريبة قادمة من وراءه. استدار للخلف ليجد أن باب الوحدة الصحية مغلق هو الآخر في وجهه، قد وقفت أمامه أشباح رفاقه والقرد الأسود، وبينهم وقف العجوز المحتضر في ثبات مريب غير آدمي. دقات قلبه في تلك اللحظة كانت كسيارة تعدو وقد تلفت مكابحها، والصداع في رأسه صار مقصلة حادة تتأهب لشق دماغه. علم أنه بعد لحظات سيهوى في غيبوبة. في الواقع كان هذا أكثر ما يتمناه أمام كل هذا الرعب، حتى لو كان في هذا موته. مرة أخرى كان من حسن حظه أن الأمر لم يتأخر وفقد وعيه. التسجيل الصوتي خاص بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2. حين استيقظ فتحي وجد نفسه في الحجرة نائما في فراشه. كان الصباح قد جاء منذ ساعات كما يبدو من حوله. نظر إلى المنبه فأشارت عقاربها المضيئة للتاسعة صباحا. هل نام كل هذا؟ جرب أن ينهض فشعر وكأنما يهوى في بئر أسود بلا قرار من الدوار. ضغط رأسه بقوة في وسادة الفراش وهو يحاول تذكر كيف عاد إلى الحجرة بعد أحداث الليل الرهيبة. ما يتذكره أنه فقد وعيه بالأمس في الفناء الخارجي للوحدة الصحية. فقد وعيه وهو محاصر من الأمام والخلف بحشد مريب من البشر والحيوانات، فكيف عاد لحجرته؟ هل تركوه ورحلوا؟ وحين استرد وعيه عاد للحجرة، لكنه لا يتذكر أنه قام بشيء كهذا. كانت عودته لحجرته اللغز مريب. نظر للحجرة فلم يرى فيها أي تغيير قد طرأ عليها. نظر للأرض باحثا عن أي أثر غير آثار أقدامه فلم يرى شيء. حتى أثار قدمه على بلاط الحجرة كانت غير موجودة. لقد كانت تمطر بالأمس وبغزارة، والأرض الرملية كانت موحلة. قدمه نفسه كانت ملوثة بالرمال والوحل. ولو أنه عاد لحجرته بالأمس بعدها لترك على البلاط آثر لبعض الرمال والوحل بلا شك. نهض ببطء هذه المرة كي لا يعاوده الدوار، ثم نظر لقدميه فوجد أنهما نظيفتان تماما ولا رمال عالقة بهما. خفض عينيه أسفل الفراش ليرى حذاؤه. كان نظيفا هو الآخر ولا أثر للوحل فيه. وأخيرا نظر لملابسه التي يرتديها. كانت نفس الملابس التي على جسده بالأمس. لم يكن بها أي أثر للبلل، ولم يكن هناك أي دليل على سقوطه بها وسط المطر. هل كان يهذي ويتخيل كل ما مر به من أهوال، أم أنه كان يعيش كابوسا دون أن يدرك هذا؟ الأمر مريب. ووجد نفسه يشك مرة أخرى في عقله. لقد عاد لجنونه، جنونه الذي لازمه حين عاد مفرده كآخر فرد من وحدته على قيد الحياة. جنونه الذي زاد حين علم أن فاتن خطيبته قد ألقت بدبلة الخطوبة في كف أمه ورمت معها عشرات الأحلام ومئات الذكريات وآلاف القصائد التي قرأها له، لأنها لن تطيق انتظارا طويلا حتى تنتهي حرب لا تلوح في الأفق نهايتها، ولأن هناك عريس جاهز مستعد للزواج بها. لقد أخبره طبيبه النفسي أن عقله تأثر كثيرا بمعاناته، وأن الأشباح التي يدعي أنه يراها ما هي إلا هلاوس بصرية يختلقها عقله الباطن ليخرج بها شعور عميق بالذنب ممتزج بغضب كبير مما لاقاه، وربما زاد من حدة مرض وإصابة قدمه التي منعته من العودة للجيش ليواصل الحرب ويحصل من العدو الصهيوني على ثأره. لكن ما أدرى أن كل ما حدث كانت أوهاما بالفعل. ربما كان ضحية خدعة متقنة، خدعة تستهدف إثارة جنونه وتشككه في نفسه. مال لهذا الاحتمال وتمنى لو يكون هذا صحيحا. كان من العسير أن توجد أوهام تترك أثرا في نفسه بمثل تلك القوة. مرتبكا غادر الغرفة وهبط للطابق السفلي. كالعادة وجه نفس السكون المريب الذي يسود المكان رغم أنه النهار. كانت عايدة هناك تجلس في صمت فوق أحد المقاعد في رواق الوحدة الصحية. حياها فأجابته في اقتضاب ثم قالت: ماذا ستفعل مع مريض الغرفة؟ ألا زال حيا؟ كان على قيد الحياة حين رأيته منذ قليل. حسن، سأرى بنفسي، اتبعيني من فضلك، قالها في حسم واتجه للمريض. كان مثلما كان بالأمس وقبل الأمس في طور احتضار لا ينتهي. أشار إليها بلا مبالاة أن تمنحه زجاجتين من محاليل الملح والجلوكوز، ثم تحرك للخارج. لدهشته سمعها تسأله: هل أنت ذاهب إلى أي مكان؟ ورغم دهشته من سؤالها إلا أنه التفت وقال في بساطة: أرغب في رؤية البلدة. لاحظ الاضطراب على وجهها، قرأ في عينيها أنها ترغب في تحذيره من فعل هذا،
ثم بدا وكأنها ابتلعت كلماتها ثانية وتشغلت عنه بإعداد زجاجات المحاليل. لم يجد أمامه غير أن يواصل طريقه، فاتجه للخارج. الرمال كانت مبللة، والهواء البارد مثقل من حوله برائحة الندى، والسماء رغم الصباح كانت مغطاة بأكملها بالسحب. شعر بلسعة برد محببة تضرب وجهه الشاحب، منحته بعض النشاط، فاتجه في حسم نحو الطريق المؤدي للبلدة. لم يقابل أي شخص في طريقه تماما، مثلما أتى أول مرة، لا رجل ذاهب لعمل ولا امرأة تحمل جرة ماء لتملأها من البئر، ولا الصبية تمرح أمام البيوت في عرض الشارع. لم يعثر كذلك على أي أثر للحيوانات الضالة أو حتى الأليفة. بدا المشهد أمامه مريبا، وكأنه يسير في بلدة مهجورة، لكنه كان متأكدا الآن من وجود أحياء داخل تلك المنازل المنخفضة المشيدة بالحجارة والمعرشة بالأخشاب. لقد رآهم بالليل أكثر من مرة وهم يلتفون حول الوحدة الصحية في منظر مخيف غير مفهوم حتى الآن، ورغم أن الشكوك في نفسه أنه ربما كان يهذي أو يتخيل ما يرى كل ليلة، إلا أن شيئا في أعماقه كان يصر عن أن الحشد الذي رآه بالليل كان حقيقة، حقيقة مخيفة تخفي خلفها سر مريب. عاد ليفكر، ما الذي يدفع بلدة بأكملها للنوم نهارا والنشاط ليلا؟ الحادثة الوحيدة المشابهة التي يذكرها كانت في مصر في فترة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، حين أمر الخليفة المجنون أهالي المحروسة بالعمل ليلا والنوم في الصباح، وحرم فتح الحوانيت والأسواق في النهار، لكنها في النهاية كانت حادثة شاذة ابتدعها حاكم مجنون. إذن ما سر ما يفعله أهالي هذه البلدة؟ انتهى الشارع الذي يسير فيه وتفرع إلى عدة حارات جانبية. ظلت البيوت ساكنة دون أن تصل إلى أذن أي أصوات غير عواء الريح التي تضرب الجدران. اختار طريقا إلى يساره وتقدم. كان الشارع أضيق بكثير من الشارع الرئيسي، وقد أحاطت بجانبيه بيوت متهالكة بعض الشيء. إلى يمينه كان هناك منزل منخفض عن الطريق. لاحظ نافذة منخفضة المفتوحة التي يمكنه ببساطة لو انحنى أن ينظر من خلالها ليرى المنزل من الداخل. تردد للحظة، قد تذكر تحذير البعض له قبل المجيء إلى هنا من عدم تسامح البدو في من ينتهك حرمات البيوت أو يهتك أسراره، لكن الفضول في نفسه كان عاتيا وقد طغى تماما على تعقله وحذره. اقترب من النافذة الضيقة ومد عنقه ونظر إلى الداخل. كانت تلك النافذة هي نافذة حجرة نوم كما بدا من الضوء الخفيف المتسلل للداخل. رأى فراش عتيق يرقد فوقه رجل عجوز في سكون غريب. كان الرجل ينام على ظهره في ثبات دون أن تصدر عنه أي حركة تشي بأنه على قيد الحياة. حاول من مكانه أن يراقب حركة صدر الرجل ليتأكد إن كان حيا، فلم يساعده الضوء الخافت على التيقن من هذا. كطبيب كان يعلم أن الناس لا تنام هكذا في جمود، فقط تفعل هذا الجثث. لاحظ فتحي في تأفف تلك الرائحة العطنة الخانقة قادمة عبر النافذة من داخل الغرفة، نفس الرائحة الخانقة التي كانت تنبعث من مريضه. هل يكون هذا العجوز مريض يحتضر هو الآخر؟ ولماذا لم يأتي به أهله للوحدة الصحية كالآخر طلبا لمشورته الطبية؟ لغز آخر لا يعلم تفسيره. مغالبا تردده قرر القيام بأمر جريء، اندفع نحو الباب ثم قرعه في قوة. لابد أن هناك من يعتني بهذا العجوز في المنزل. انتظر للحظات ثم أعاد المحاولة. لاحظ نقش غريب مرسوم على الباب، النقش منحوت في الخشب بخط برسوم بدائية بسيطة. كان النقش يحمل رأس كلب. لم يأتي جواب من الداخل لطرقاته، لكن الباب تحرك للداخل قليلا بفعل قبضته. إنه مفتوح إذن. دفعه في حذر وهدف في توتر. مرحبا، هل هناك أحد بالداخل؟ وككل مرة لا جواب. غلب رهبته وفتح الباب كله ثم خطى نحو الداخل. استقبلته الرائحة العافنة بقوة. كتم أنفاسه وهو ينظر بعينيه للرطها الكئيبة التي تحوي بعض الأغراض البسيطة. لم ينتظر في مكانه طويلا واتجه بحذر نحو حجرة النوم المطلة على الشارع، حجرة العجوز الذي رآه عبر النافذة. كان بابها مفتوحا، وحين اقترب من الفراش كان العجوز على نفس وضعه الأول الذي رآه. هزه في رفق فلم يستيقظ. رفع كفه ليتحسس نبضه فوجد شرايينه تنبض في انتظام. إنه حي، لكن جسده كان باردا للغاية كالجثث. نومته الغريبة تلك توحي بأنه في غيبوبة عميقة.
رفع فتحي بصره نحو وجه العجوز المتقدم لتصطدم عيناه بعين العجوز المفتوحتين على اتساعها ومقلتاهما مصوبتان نحوه. شهق في فزع حقيقي وهو يتراجع للخلف. كانت عين العجوز مغلقتين حين دخل منذ لحظات، والآن هما مفتوحتان، عينان مخيفتان بلا رموش تحيطهما مثلما هي عين العجوز المحتضر في الوحدة الصحية. هل استيقظ الرجل؟ غمغم في ارتباك: آسف لو أزعجتك. لكن العجوز ظل جامدا فوق الفراش وصدره يعلو ويهبط بضعف وبطء. عجوز يتعفن في غيبوبة، لكن عينيه ظلتا تتبعان فتحي في إلحاح، وكأنهما تدركان أنه شخص غير مرغوب به اقتحم المنزل. ببطء تراجع فتحي بظهره نحو باب الغرفة. تذكر أنه قد درس أن أعين المصابين بالتهاب السحايا تتصرف بمثل تلك الطريقة المريبة. تبدو عيونهم كعيون الدمى الزجاجية التي تتبع من ينظر إليها. هل يكون ما أصاب العجوز عدوى فيروسية؟ اصطدم ظهره في تلك اللحظة بجسد لين، وحين استدار في سرعة وفزع وجد نفسه في مواجهة امرأة عجوز. شهق في انفعال وهو يرى وجهها المتسخ وشعرها الثائر حول وجهها، وكأنما لم يعرف يوما التهذيب أو المشط. كان هناك دمل ضخم على طرف أنفها، بدت لعينيه كساحرة عجوز شمطاء كما كانوا يتخيلونها في العصور الوسطى وقصص الأطفال. شعر بالفزع وهو يراقب أصابع يديها الضامرة ومفاصلها المتضخمة، كانت ترمقه في غضب وكراهية. أراد أن يعتذر لكن حرف لم يخرج من فمه. كان يشعر برعب، رعب لا حد له أصابه بالخرس. مضت لحظات طويلة ثم همست العجوز بصوت كالفحيح: ارحل من هنا. أرعب صوتها بشدة. هل يكون هذا هو تحذيرها الأخير قبل أن تحوله لجرذ أو قط أو أي حيوان آخر كما تفعل الساحرات؟ لم يفكر كثيرا وبحذر كي لا يلمسها. انكمش جسده بشدة وهو يمر من جوارها، ثم أسرع نحو باب المنزل الخارجي وهو يلهث. في الخارج وأمام كل المنازل من الجانبين وقف أهالي البلدة جميعا وكأنما هم في انتظاره. كانت عيونهم جميعا مصوبة عليه، عيون جامدة تمتلئ بالكراهية والغضب. كانت العيون تحمل شيئا غير آدمي، كما كانت وقفتهم الجامدة المتصلبة كالتماثيل تصيب بالذعر. لم يشعر فتحي بالرعب في حياته كلها مثل تلك اللحظة، ولا حتى حين واجه جنود العدو الإسرائيلي ورصاصاتهم وقذائفهم تطارده. ومن خلف أذنه ارتفع صوت يعرفه جيدا، صوت غريب الطويل، صديقه الشيوعي الشهيد: اهرب اهرب أيها الأحمق. هنا بدأ يجري بكل قوة، تعثر في حفرة صغيرة لم يراها، لكنه نهض بسرعة ووصل العدو. لم ينظر لحظة للوراء، كان يعلم أن هذا كفيل بأن يتعثر ويسقط. كان يخشى أن يكون أحدهم في أثره. عند الشارع الرئيسي لم يكن هناك أي من أهالي البلدة أمام البيوت، فقط راحت الرياح الباردة ترتع بلا رقيب. ورغم أن قدم المصابة كانت تنضح بألم شديد في تلك اللحظة وكأنما تحتج على المجهود الكبير الذي يدفعها للقيام به، إلا أنه واصل العدو. قرب الوحدة الصحية خفف من الجري ثم توقف وراح يلتقط أنفاسه في سعار. لنحو الدقيقة وببطء بعدها راح يجر قدم المصابة وهو يواصل السير نحو باب الوحدة الصحية. وهناك وجد سارة تنتظر وهي ترمقه في صبر وصمت. التسجيل الصوتي خاص بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2. كانت سارة فاتنة، حقيقة لن ينكرها إلا من يتسم بالعمى. بدت من بعيد في تلك اللحظة ببشرتها البيضاء التي لوحتها شمس الصحراء، شعرها الأشقر الناعم يتطاير حول وجهها بفعل الريحة القوية كربة من ربات الجمال. فاتنة مثيرة قادمة من فوق جبل الأولمب لتقوم بعمل غامض في تلك البلدة المنسية. من العجيب أن يتسم كل من يحمل اسم سارة بالجمال، حتى المصريات لم يخالفن تلك القاعدة. راح يدنو منها فرمقته بعيون متشككة، سرعان ما دارتها بإبسامة باهتة وهي تسأله بالعربية: مرحبا يا دكتور عبد الوهاب، لقد كنت أنتظرك. انتزع من وجهه إبسامة مرحبة ليداري بها توتره وهو يجيب: آسف لو تركتك تنتظرين، لم أكن أعلم. اقتربت منه أكثر وهي تغمغم مبتسمة: يا إلهي انظر إلى حالك، تبدو كصبي بائس طاردته كلاب ضالة لوقت طويل. كان فتحي يقف أمامها وهو يلهث بالفعل، بينما عينه ترمقها في توتر ورهبة. فتاة أمريكية تعيش في بلدة نائية،
أهلها يتسمون بالغرابة وتدور فيها طوال الوقت أحداث مريبة. من المستحيل بالطبع ألا تكون قد شعرت بغرابة ما يدور من حولها. أما الاحتمال الأكثر صوابا أن تكون متورطة معهم فيما يحدث. تجاوزها متحاشي نظرتها وهو يغام: معذرة، هل يمكنني الجلوس أولا؟ إنها قدمي المصابة تؤلمني قليل. قالها هو تحرك نحو مصطبة من الحجر معدة للانتظار في فناء الوحدة الصحية. جلس فوقها وراحت يده تدلك قدم المصابة. لدهشته انحنت أمامه على ركبتها وأزاحت يده عن قدم المصابة وراحت تدلكها بدلا منه وهي تقول: يا لصغير البائس، تبدو بحاجة لمن يعتني بك، دع لي هذه المهمة. أراد أن يبعد أناملها عن قدمه، لكن تلك الكهرباء التي سرت في جسده حين لمست أناملها قدمه منعته. كانت يدها ماهرة في فنون التدليك بالفعل، وكالسحر راح الألم ينحصر سريعا عن قدمه تماما كما فعل الصداع من قبل. راقبها وهي تعمل في جد قبل أن ترفع رأسها وتقول: والآن أخبرني، هل زال الألم؟ وجد نفسه يجيب بسرعة دون تفكير: كيف فعلت هذا؟ لقد ذهب الألم تماما، تملكين كما أرى أصابع ذهبية، هل أخبرك أحد من قبل بهذا؟ ربما كنت ساحرة، قالتها في مكر. فارتجف من واقع الكلمة وهو يراقب عينيها الزرقاء التي حولها ضوء النهار لبحيرة غامضة من لون عجيب، لكنها سرعان ما ابتسمت وضحكت وهي تقول: إنني أمزح بالطبع، ألم أخبرك من قبل بصديقتي الصينية التي علمتني بعض المهارات؟ ضحك في مجاملة ثم نهض، فنهضت هي الأخرى وقالت له: والآن هل حان الوقت لتفي بوعدك ونسير سويا قليلا؟ لدهشته شعر بأن النفور الذي يشعر به نحوها قد ذهب. ضرب الأرض برفق بقدم المصابة ليختبرها، وحين وجدها لا تؤلمه كثيرا أعلن موافقته على التجول معها. غادر حديقة الوحدة الصحية سويا، وعند مفترق الطرق منحته سارة ابتسامة مثيرة جديدة وهي تقول: إلى أين تحب أن تذهب؟ نظر إلى البلدة بقلق وهو يتمنى ألا تقترح العودة إلى البلدة، لكنه وجدها تتقبل ذراعه في بساطة وتجذبه للناحية الأخرى وهي تقول في نعومة: ما رأيك في السير في هذا الاتجاه بعيدا عن البلدة؟ لا أعتقد أنك قد ذهبت إلى تلك التلال من قبل، سأريك مشهدا مثير للمكان كله من فوقها. تحرك سويا وقد شعر بحرارة جسدها الملتصق به. كان يرتدي معطفا ثقيلا، بينما كانت سارة ترتدي بلوزة قصيرة الأكمام دون أن يبدو عليها وكأنها تشعر بالبرد مع تلك الملابس الخفيفة. من حسن حظه أنه لم يلتفت للخلف، فهناك كانت عايدة تقف أمام باب الوحدة الصحية وهي تراقبهم وترميهم بنظرات مرتجفة. كان ليشعر بالذعل لو رأى هذا. سار في صمت وقدماهما تغوص في الرمال المبللة قبل أن تقول سارة: كم أهوى تلك الصحراء، إنها مثيرة وغامضة، لكن ما الصحراء غير الرمال والقيظ والعطش؟ تمنى لو أكمل جملته وقال كلمة الموت، فبعد الحرب لم تعد الصحراء تذكره بغير الهزيمة والموت، لكنه لم يقلها. بينما وصلت سارة الحديث: اشعل خيالك قليلا أيها الشاب، ولا تشعرني بخيبة الأمل، الصحراء تعني المغامرة والخيال والسحر والغموض، الصحراء تعني الفرسان والخيل، ألست عربيا تدرك تلك الحقيقة؟ يدهشني كثيرا أن يراها أحد أبنائها بمثل تلك الصورة المبتورة الفقيرة. ربما لأنك فيها لفترة وجيزة، إنها بالنسبة إليك مجرد رحلة مثيرة أو مغامرة قصيرة مختلفة عن حياتك في أمريكا. توقفت والتفتت نحوه وهي تقول في غموض: هل يمكنك تخمين كم تلك المدة التي مكثت فيها هنا؟ ابتسم في ارتباك وهو لا يفهم مغزى سؤالها قبل أن يجيب: لا أدري، ربما عام أو أكثر، لكني أجد أثر شمس الصيف على بشرتك. عادت لتسير وهي تجذبه من ذراعه قبل أن تجيب: كلا يا دكتور عبد الوهاب، أنا هنا منذ 5 سنوات كاملة. شعر بالدهشة وهو يفكر في كلمتها: هل عاشت هنا 5 أعوام كاملة وسط الصحراء في بلدة تحيا حياة رتيبة لا جديد بها؟ ما الذي يدفع كائن عاقل للمكوث كل هذا الوقت هنا؟ طرح عليها تساؤلاته التي لم يقدر على كتمانها وقال: وماذا قد يكون هنا ليدفعك لقضاء 5 أعوام كاملة؟ أجابت في بساطة ممتزجة ببعض الغموض: التدريس، أقوم بتعليم الإنجليزية لأطفال القرية. التدريس فقط؟ ابتسمت وهي تقول: تبدو متشككا لكنك محق، لست هنا من أجل التدريس فقط بالطبع، إنني واحدة من علماء علم الإنسان، الأنثروبيولوجي كما نطلق عليه،
وفي الوقت الحالي أقوم بإعداد دراسة عن السلوك البشري في المجتمعات البدائية. ودير النعمان كما ترى بلدة نائية معزولة، منحتني فرصة ذهبية للعثور على مجتمع لا يعرف الكثير عن الحياة المدنية الحديثة. الناس هنا تعيش الحياة نفسها التي عاشها الأجداد منذ أكثر من 1000 عام. غمغم فتحي في تشكك، ما زلت أرى الأمر محير. ربما كنت أتقبل هذا لو مكثت هذا لعام أو حتى 2، لكن 5 أعوام. في رأيي أنك إما متحمسة أكثر من اللازم أو تخفين سببا حقيقيا آخر. وما هذا السبب الحقيقي برأيك؟ لا أعلم، ولهذا أسألك. أطلقت ضحكة عالية وهي تقول: نحن الغربيين نختلف كثيرا عنكم أيها العرب، فبينما ترمقون الغرب طوال الوقت بشغف ولهفة، نطوق نحن للسحر الكامن في أرضكم. بالطبع لا أتحدث عن مدنكم القبيحة المشوهة القذرة، إنني أتحدث عن مكان لم تتلفه الحضارة كهذا، ولهذا لن أكون أول ولا آخر شخص يرغب في قضاء سنوات طويلة من عمره في بلدة بدائية كهذه. أنتم أيها الغربيون لا تعرفون عنا غير الأساطير. ربما كنت محقا يا دكتور عبد الوهاب، وربما كان هذا سر سحر الشرق في عقولنا. بالمناسبة أرجو ألا تبتعد عني ونحن نسير، هذه المنطقة تحوي رمال متحركة، وتجربة السقوط فيها ليست من التجارب المحببة للمرء. نظر فتحي أسفل قدميه على الفور في توتر، ووجد نفسه يلتصق بها أكثر. ران عليهما الصمت لبضع دقائق، ثم أشارت سارة بيدها للأمام وهي تقول في سعادة: بالمناسبة قد جئت بك إلى هنا لأنني أحب كثيرا هذا المكان. أمامه كان يرى شواهد حجرية بدائية تمتد أمامه خلف ما بدا له أنه بئر قديم وتنتهي بالتل المرتفع. كانت شواهد قبور. هل تقول سارة أنها تحب المقابر؟ لم يعلق فتحي وتبعها في وجوه وصمت. كانت هناك بعض أشجار النخيل هنا وهناك مع بعض أشجار أخرى. مد فتحي بصره في فواهة البئر، فلفت نظره الرائحة العفنة التي تنبعث منه، رائحة يعرفها الآن جيدا، إنها نفس الرائحة العفنة التي تصدر من مرضى البلدة. دفع رأسه بعيدا للخلف وهو يقول متأفئفا: يا إلهي، ما تلك الرائحة؟ هل يلقون موتهم في تلك البئر؟ أجابته في دهشة: بل يدفنونهم في تلك القبور بالطبع. لماذا قلت هذا؟ إنها تلك الرائحة، ألا تشمينها؟ ربما سقطت بعض الحيوانات الضالة في البئر ونفقت ثم تحللت. احتمال معقول، لكن ماذا عن المرضى؟ هل يبتلعونهم الآخرين حيوانات ميتة تخلق فيهم تلك الرائحة الشنيعة؟ ابتعدت عنه سارة في تلك اللحظة، واخترقت صفوف المقابر الممتدة أمامهم دون أن تجذبه ليرافقها. لا يدري لماذا فضل أن يتأخر عنها ويراقبها من مكانه. ولذهوله وجد صوتا يهمس في أذنه قائلا: خذ حذرك منها أيها الأحمق، وراقبها جيدا. كان صوت الصول إبراهيم التهامي بلهجته الريفية المؤنبة التي اعتاد على إلقائها على أذان جنوده حين يقومون بعمل خاطئ في الوحدة العسكرية. نظر حوله في ذهول فلم يرى شبح الصول إبراهيم ولا شبح أي واحد من رفاق الموتى. إذن من أين أتى هذا الصوت المنذر؟ نظر أمامه فوجد سارة تنحني نحو باب أحد القبور قد ظهر أنه مفتوح وتركع أمامه. بعد لحظة خرج حيوان سرعان ما عرفه فتحي. كان حيوان شبيه بالكلب، كان ابن آوى. ولذهوله وجدها تربط على رقبته في حنان حقيقي، والحيوان مستسلم تماما لأناملها، أمر لا يصدق. لحظات وخرج من القبر المفتوح المزيد من بنات آوى حتى صار عددهم 5، وجميعهم التفوا حولها في هدوء بينما راحت تربط على رقابهم وظهورهم وكأنهم حيواناتها المستأنسة. كان يراقبها في غير تصديق وانفعال حين التفتت بنات آوى كلها مرة واحدة نحو بوجوهها القبيحة وكشرت عن أنيابها وكأنها تنذره. تراجع فتحي للخلف في توتر وهو يفكر إلى أين يهرب لو قررت تلك الحيوانات مهاجمته. بالطبع لن تساعده قدم المصاب على الجري والهروب. كان يعلم أن تلك الضواري الكريهة تختار فرائضها بعناية، تتجنب القوي منها وتختار الضعيف المريض أو الجريح. حيوانات ملعونة وضيعة لن تجد أبدا في ذلك المكان من هو أضعف منه لتنال وجبة لا بأس بها. وجد نفسه يهتف في صوت مخنوق: سارة. لكنها ظلت في مكانها واكتفت بأن نظرت إليه وهي تقول: تقدم يا فتحي ولا تخف، لن يؤذيك أي منهم وأنا معك، إنهم حيوانات لطيفة كما ترى. رمق الحيوانات المفترسة التي كشرت عن أنيابها في وجهه فلم يرى أي لطف فيها يدعو للاقتراب منه، فقال في عناد: أريد أن أعود من فضلك.
لكنها قالت محتدة: كلا، إننا لم نصعد التلال بعد، يمكننا أن نصعدها في وقت آخر، لكن دعينا نذهب. نهضت فتراجعت الضباع لداخل القبر وقالت وهي تعود إليه: هل عادت قدمك لتؤلمك؟ يمكنني أن أدلكها لك لو شئت. أراد أن يخبرها أنها ليست ثاقب، إنها وحيواناتها المتوحشة من يخافهم الآن، لكنه قال بدلا من هذا: لا شأن لقدمي بهذا، فقط أرغب في العودة من فضلك. رمقته بهدوء للحظات قبل أن تقول وهي تتحرك: حسنا أيها الرجل الشرقي المتقلب، فقط عدني أن ترافقني في تلك الرحلة في وقت آخر. رمق بنات آوي التي عادت لتدخل القبر المفتوح مرة أخرى وقال: أعدك بهذا. عاد سويا دون أن يتبادل الكثير من الكلام هذه المرة. في الواقع كان ما رآه أكبر من أن يتخيله، امرأة تداعب بنات آوي وتحب المقابر في بلدة تدور فيها أحداث مخيفة، إن لم يشك فيها ويرتاب فيما يحدث فهو حتما حمار أحمق.